رد عليه. لما بيتعذر الوصول للطرف الآخر بنقول إن إحنا حاولنا بالطريقة الفلانية وعندنا إثباتاتنا، لكن ده تعذر الأمر، وبالتالي إحنا بنحافظ طول الوقت على المهنية اللي إحنا اتفقنا مع حضراتكم عليها من أول يوم، وعلى مصداقيتنا عند حضراتكم. إحنا حاولنا الحقيقة نتواصل مع الأزهر في هذا الأمر، لأنه المستندات اللي عندي كلها بتقول أنه الأختام والإمضاءات والموافقات واللجان راحت وعينت وتمام التمام. الناس دي دفعت 32 مليون جنيه، الجمعية ساهمت بمبلغ كبير جدا. فخليني أعرف تفاصيل أكتر من دكتور كمال عبد الحميد، وهو أستاذ نساء وتوليد كلية الطب جامعة المنيا، وهو عضو الجمعية الخيرية ببهنسة المنيا. بالمناسبة أنه رئيس الجمعية يكون دكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي، الجمعية موجودة وقائمة وليها يعني تاريخ كبير. دكتور كمال مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، ويعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. والله احنا سعداء بالقناة الكريمة، وان شاء الله جدا. الحياة تبث على ايدين حضرتك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يجعلنا سبب. اتفضل يا فندم. انا عايزه اعرف، رغم ان الورق اللي قدامي كله بيقول ان في موافقات وامضاءات ولجان عينت وفي كلام ده وفي فلوس اتدفعت، العطل فين يا فندم؟ هو ببساطة بعد إذن حضرتك، فعلا احنا بدأنا من 7 سنين وخدنا الموافقة المبدئية من جامعة الأزهر على ان اي الكلية لما تنتهي يتم استلامها وتشغيلها، وده خدمة لإقليم شمال الصعيد ككل. احنا بني سويف والفيوم والمنيا، واضيف الينا الوادي الجديد لان طريق البويطي بدأ يشتغل حاليا 160 كيلو للواحات. تمام. بعد ما اخدنا الموافقات ديت دعمنا اكبر واحد، دعمنا فعلا الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي، اعطانا 8 مليون هو رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعطانا 8 مليون جنيه من البنك الأهلي مشكورا، غير تبرعه الخاص، غير دعمه المادي والمعنوي الشخصي يعني. الحمد لله بدأت الإنشاءات ولم تتوقف يوم زي ما حضرتك التقرير قال، ووصلنا للوضع المشرف إن شاء الله بإذن الله. إحنا خدنا الموافقات، مجلس جامعة الأزهر أعطانا الموافقة على تشغيل كلية الزراعة الصحراوية مرتين، ودي مطلوبة للمشروع القومي للدولة. الدولة حاليا عايزة تزرع 1.5 مليون فدان في الصحراء. تمام. القاطرة بتاع 1.5 مليون فدان هي كلية الزراعة الصحراوية والتصنيع الغذائي. الأساتذة اللي في الكلية، الطلبة اللي في الكلية، هم اللي هيعرفوا الاستخدام الأمثل للمية، ازاي استخدام المية الصحراوية، ازاي ري بالرش بالتنقيط بالتنقيط المحسن، ازاي المشاريع الأنواع اللي تنفع في الصحراء. أنا شايفة قدامي، ولو حضرتك بتتابع الهوا دلوقتي، ده إقرار بالتنازل من قبل طلب موجه لي الأستاذ الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر. الإقرار ده احنا كتبناه بناء على طلب الأستاذ الدكتور عباس شومان لما دار الجامعة، هو الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وماضي عليه رئيس مجلس إدارة الجمعية اللي هو دكتور طارق عامر. احنا اللي ماضيين عليه الأستاذ طارق عامر حقيقة. تمام. الأمر انت عارفة كان محافظ بنك مركزي كتفكيره يعني فيه ان هو شايل البلد كلها. تمام. انما هو الراجل يدعمنا من الألف لياء، وأول واحد كلم شيخ الأزهر من 7 سنين من ساعة ما بدأنا الأمر. تمام. احنا أعطينا الإقرار دوت لأن احنا عايزين نسلم الجامعة دي للأزهر عشان. هل انتوا مثلا بعد ما تسلموا الجامعة دي للأزهر عايزين منها حاجة؟ تنتظروا من وراها اي حاجة؟ هتديروها انتوا مثلا يعني؟ اطلاقا خلاص هتنقطع علاقتكم بيها تماما بعد تسليمها للأزهر، يتعامل فيها كيفما شاء. احنا مزبوط؟ عايزين نسلمها امبارح مش النهاردة. المشكلة فين؟ المشكلة ان قرارات مجلس الجامعة لازم تعتمد من المجلس الاعلى للأزهر، انما المجلس الاعلى للازهر لغايه النهارده ما اعطناش اي موافقه لتشغيل اي من الكليتين بعد ما تم البناء. والله اللي يقدر يجاوبوه المجلس الاعلى، احنا يعني لسنا الكلام ده بقاله قد ايه يا فندم؟ احنا قرار التشغيل الاول من 3 سنين 2014 2015، قرار التشغيل الثاني من السنه اللي فاتت خدنا مرتين لكليه الزراعه. والحقيقه ان الدوله كلها في احتياج لكليه الزراعه، مش الشمال الصعيد. المشروع القومي للدولة احنا بصراحة بنناشد سيادة رئيس الجمهورية، بنناشد فضيلة الإمام الأكبر وهو سليل أسرة طيبة وعريقة، إن الناس كلها العالم كله في احتياج لكلية الزراعة. أنا عندي هنا كمان موافقة من الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله على الأستاذ الدكتور محمد. احنا بدأنا المشروع ده ببساطة، بدأ عن طريق المجلس الشعبي المحلي لبني مزار سنة 2009 بتخصيص 500 فدان. تمام. عرض على فضيلة الإمام الراحل الدكتور سيد طنطاوي، أشر لرئيس الجامعة أيامها كان الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حوله لمجلس الجامعة. بعد كده مجلس الجامعة لجنة التخطيط والتوسعات وافقت على قبول قرار التخصيص، وبناء عليه كان الدكتور الحسيني رحمة الله عليه رئيس الجامعة أيامها.
تمام. طب حضرتك يعني فرصة ان حضرتك موجود معانا على الهواء دكتور كمال، توجه رسالة لمين؟ تطالبوا فيها بايه؟ انا اطالب اهم سيادة رئيس الجمهورية. تمام. واطالب الامام الاكبر ان تشغيل الجامعة دي باسرع ما يمكن، حل لكل المشاكل بتاعة الطلبة وبتاع المجتمع وبتاع الصحراء وبتاع المشروع ده. سبحان الله ان هو على فكرة يعني ماشي بخطوات احنا مش متخيلين وصل لهذا الامر ازاي. وسط السنين اللي جاف الحقيقية للدولة اللي كانت كل حاجة بتنهار، لم يتوقف العمل يوم في جامعة الازهر، ووصلنا الى 32 مليون، ووصلنا الى مشاريع. المهم ان هي مش في التشغيل نفسه، الطلبة هيزرعوا وهيشتغلوا، وبالتالي هم هيبتعدوا عن اي اشياء اخرى بيتعرضوا ليها في القاهرة واسيوط، ومش هيتعرضوا للسفر ومش هيتعرضوا للتعب، وبالتالي هنوصل للأزهر اللي احنا عايزينه، الأزهر الوسط الحقيقي. وهو ده الخطاب الديني المطلوب، ان الناس تعمل وتجتهد مش ان هي تتكلم. تمام. احنا بنناشد رئيس الجمهورية، بنناشد الامام الاكبر، احنا عايزين التشغيل باسرع ما يمكن. مش ممكن المباني تقعد كده 3 سنين من غير ما تشتغل، ده كلام صحيح محدش يقبله ابدا، واحنا ما نعرفش السبب. ومفيش رد ومفيش سبب واضح. لا، هو السبب الاولاني كان قيل ان هي دي في قريه، ورد سياده اللواء صلاح زياده محافظ المنيا اسبق وعطى جواب رسمي ان دي مش القريه، لان دي 5000 فدان في النقطه الاستراتيجيه. احنا في سنتر. صحيح فعلا، رد السيد محافظ المنيا موجود معانا. موجود مع حضرتك. موجود على حضرتك وداخل مجلس الجامعه. تمام. يعني المحافظ رادد واعضاء الجمعيه الخيريه كلهم رادين، وفي موافقات جت من شيخ الازهر. هي ليست بقريه، هي ليست بقريه. فين المشكله برضو؟ انا مش قادر افهم للاسف الشديد، انه لما حاولنا نتواصل مع ناس قالوا لنا احنا هنبقى نرد بعدين يعني. والدكتور عباس شومان وصف ان المباني فاخره. طيب ده حاجه كويسه خالص اهو. ده جواب من محافظه المنيا. متخيلين الصعاب اللي فيها الازهر، بس احنا هنطلع ازهر باذن الله يعيد الوسطيه، يعيد يعيد البناء. تمام. الزراعه دي هي اللي هتقود المليون ونص فدان، ده مشروع خالص زي ما حضرتك. طبعا بارك الله فيك دكتور كمال، وانا قاعد ان شاء الله. انا عايز اقول لك على ايديك حضرتك، انا عارف حضرتك وعارفين مجهود حضرتك في كل المقالات، ودي حاجه يشهد لك بها التاريخ. انما انا عايز اقول لحضرتك انا احد المتبرعين يعني بالوقت، انما الناس كلها هي اللي بتدفع، فلست اكثر ان ربنا استخدمنا في هذا العمل الجميل ويكون تشغيله على ايدينا. ربنا يجعلنا جميعا ان شاء الله، ربنا يجعلنا جميعا اسباب فقط لفعل الخير، ل يعني ارضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعشان يعني احنا مش عايشين في الدنيا لوحدينا، اللي يعني مستحق الحياه من عاش لنفسه. اشكرك دكتور كمال، وانا اعدك ان انا هعيد التواصل مع اي حد موجود في الازهر او مع المعنيين في الازهر بهذا الامر. احنا في الاول وفي الاخر هدفنا ان الجامعه دي تشتغل، وخاصه انه محافظه المنيا بتاكد ان هي موجوده في نقطه استراتيجيه جدا جدا. مع الوقت بعد كده هيتواجد حولها الخدمات، وده اعتقد ده يعني هيكون سريعا، مش هتاخد وقت العمليه، بحيث انه نوفر شويه المجهود على الطلبه المغتربين اللي بيجوا لحد القاهره، ونخف شويه برضو الكثافه اللي موجوده في جامعه الازهر في القاهره. طبعا نحن في انتظار رد جامعه الازهر، مش هنقدر ان احنا طبعا نودلي بدلونا في هذا الامر. دكتور كمال عبد الحميد، استاذ النساء والتوليد بكليه الطب جامعه المنيا، عضو الجمعيه الخيريه ببهنسه المنيا، شكرا جزيلا لك.